السلام عليكم الدراري، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم الخوت لعبوا الحلقة الثامنة مهنة مدرب في الدوري المغربي، فشكرا لكم الخوت على الدعم ديالكم على في الرجاء. بما ان الخوت كيعجبكم هذه السلسلة هذه، فان شاء الله الخوت كل ما لقيت الدعم غنبقى ننزل لكم الحلقات مهنة مدرب. فمرحبا بالناس الدراري اللي نضافوا جدادين، كنشكركم الخوت ومرحبا بكم في العائلة ديالنا الدراري. اذا الدراري في هذه الحلقة هذه غنجيبوا اللاعب بوفالا الدراري، غنجيبوا الرجاء تحت الطلب ديالكم. فبلا ما نطول عليكم، خليو معكم شي لايك الدراري وخليونا ندخلوا ديريكت الفيديو. اذا الخوت على بركة الله الدراري، كنا توقفنا في اخر مباراة اللي كانت مع شباب السوالم، حصدنا نقطة واحدة فقط في الدوري المغربي. اذا دابا الدراري غيمشيو ديريكت للجدول ديالنا الدراري ونشوفوا المباريات اللي عندنا. اذا الخوت غيبدا الفترة الانتقالات، بمعنى ان الدراري غيلتحق بين اشرف حكيمي والبلايلي ومالونغو. وفي هذه الحلقة هذه الدراري غنزيدوا اللاعب بوفال اللي طلبتوها الخوت في التعاليق. اذا دابا غنمشيو الدراري هكا مباشرة، وعندنا مباراة مع اولمبيك اسا في الجولة 17 في الدوري المغربي، ومباراة مع اولمبيك خريبكا الخوت الجولة 18 في الدوري المغربي. من بعد الدراري غتجي مباراة ديال سبورتينغ المحمدية. اذا دابا الدراري غنمشيو ديريكت للمفاوضات وغنجيبو اللاعب بوفال الخوت تحت الطلب ديالكم. اذا غنمشيو البحث متقدم هكا الدراري ونقلبو في الدوري الفرنسي على اللاعب بوفال الدراري. اذا هذا الدوري الفرنسي، اذا الدري كيلعب في انجيري في الدوري الفرنسي، وغندخلو مباشرة ونديرو بحث الدراري باش نجيبو اللاعب بوفال اللي طلبتوه في التعاليق الخوت. اذا الدراري بوفال غيجي باش يجاور الخوت اشرف حكيمي. اذا هذا هو سفيان بوفال الدراري، الطاقة ديالو 75. اذا كيلعب الدراري الجناح الخوت، الجنسية مغربية. اذا غنبداو مع الخوت المفاوضات. اذا بدء مفاوضات الانتقال، طلب الانتقال لمدة سنة الدراري. غنديروا الدراري الاعاره لمده سنه، من بعد الخوت غنسنيو معاه العقد باش يبقى في الرجاء. اذا غنديروا طلب الاعاره لمده سنه. اذا رسوم الانتقال هكا الدراري، نديروا علامه خيارات اولويات الشراء، يعني يمكننا نشريو اللاعب الدراري. اذا رسوم الانتقال نخليوها هكا الراتب السنوي. اذا نديروا اوكي الخوت ونستناو الرد من سفيان بوفال واش يجي عندنا الرجاء الدراري. اذا دابا غنخرجوا مباشره هكا الخوت وغنديروا سالي. اذا سترفض عرض الانتقال وستبقى في الرجاء. اذا الخوت غنبقاو في الرجاء الدراري، غنرفضوا هذا العرض هذا وغنبقاو في الرجاء الدراري، لان نتوما الدراري بغيتو نبقاو في الرجاء، نبقاو ندربوا الرجاء. اذا غنديروا نعم الدراري ونبقاو مع الرجاء الموسم الثاني. اذا هنا الخوت اشرف حكيمي كيلتحق بالرجاء الدراري في المؤتمر الصحفي. اذا هذا هو اشرف حكيمي الخوت بالقميص الرجاء. اذا هذا هو رئيس النادي ديال الرجاء الدراري، والاستقبال فخم الخوت لاشرف حكيمي امام رئيس النادي. لك الكلمه يا اشرف. اذا هذا هو اشرف الخوت، جناح ايمن الدراري اللي يلتحق للرجاء، والصفقه تمت بنجاح. لذلك الدراري غندخلوا في التشكيله الرسميه ديالنا الدراري في الرجاء. اذا اود فقط ان اشكر جميع من ساهموا في تحقيق ذلك. اذا هذا هو اشرف حكيمي الخوت. اذا نديرو تخطي. اذا الخوت غيمشيو للتشكيله ديالنا الدراري، غنبقاو نعتمدوا عليها الموسم كامل الدراري. اذا اداره الفريق، خطه اللاعب الخوت. اذا هذه هي التشكيله ديالنا الدراري، نحاولوا ندخلوا اشرف حكيمي الخوت يكون في التشكيله الرسميه. اذا هذا هو اشرف حكيمي الدراري، وغنديرو في المكان ديال الشيبي. اذا اشرف حكيمي الخوت في التشكيله المثاليه ديال الرجاء. اذا الدراري التشكيله الرجاء كما كتشوفوا الخوت، عندنا الرحيم الدراري، عندنا حميد احداد، عندنا الحفيدي الدراري، عندنا البلايلي الخوت، عندنا الوردي، عندنا الدراري ميسوالي، عندنا اشرف حكيمي، عندنا حركاس الخوت وبدر بانون والنايري والزنيتي. انتظار الخوت ديال بوفال باش يلتحق بالفريق. الا بغيتوا الدراري شي صفقه اخرى خليوها لي في التعليقات الدراري. اذا دابا غنمشيو للمباراه ديالنا مباشره الخوت اللي كتجمعنا مع اولمبيك اسافي. اذا الى المباراه التاليه. اذا اولمبيك اسافي والرجاء الخوت، كما كتشوفوا اشرف حكيمي بالتوني ديال الرجاء الدراري. اذا غنديروا ركله البدايه مباشره. انساتي سادتي احبائي في كل مكان، طابت اوقاتكم بكل خير، مرحبا بكم معنا في مباراه اليوم. اجواء جميله قبل كل شيء، اللقاء سيقام في طقس رائع جدا بصراحه. جو كوره، جو يساعد اللاعبين على التالق،
لذلك نتوقع أن نشاهد كرة قدم ممتعة. حديث للاعبين، يلا أعطوني ما لديكم، قدموا الكرة القدم اللي ننتظر. إذا كتنتقل الكرة للرجاء الخصم، نحاولوا نركزوا باش نجيبوا 3 نقاط تكون جديدة الدراري ونبقاو في الصدارة ديال الدوري المغربي. إذا كتنتقل الكرة الرحيمي مرة أخرى، هذا بلايلي وأول لمسة مع الرجاء، كيطلق كرة طويلة، هذا الحفيدي مرة أخرى، يلا يلا حدد كيطلق باس، لكن الدفاع ديال أولمبيك أسافية الدراري. إذا نحاولوا الخصم ماركيو نكونوا سباقين للتسجيل باش الدراري نجيبوا 3 نقاط اللي غتخلينا في الصداره ديال الدوري المغربي. اذا هذه كره مره اخرى الرحيمي مره اخرى، يلا حميده حداد الحفيدي، لكن الدفاع ديال اولمبيك اسافي. اذا هذا بلايلي مره اخرى، ولكن الدفاع ديال اولمبيك اسافي الخوس كيخرج الكره هذه، يلا مره اخرى حركاس، يا سلام عليك الدفاع، يلا هذا مره اخرى يلا الوردي للرحيمي، الرحيمي بوحدو الخوس، حاول نطلقوا باس هنا، يلا نايري رفع كره يلا الراسيه ولا احد، مره اخرى ضغط يا حداد، يلا با هدف واعر الخوت ديال الحافيدي الدراري والهدف الاول. اذا 1-0 الخوت، تمكننا باش ماركيو الهدف الاول دقيقه 21، وهذه هي الفرحه الهستيريه ديال الحافيدي الدراري بهدف الاول للفريق الرجاء الاولمبيك اسفي. ملعوبه الى الامام بسرعه، الله هذا الحافيدي الانفراد، با الهدف الثاني الخوت والثنائيه للحافيدي. اذا دقيقه 30 فقط، تمكننا باش ماركيو هدفين مع اولمبيك اسفي، لاعبين في الديار ديالنا الدراري، 3 نقاط اللي غتكون مستحقه. اذا هذا هو الحافيدي والهدف الثاني الدراري الرجاء. شفره الدفاع الفريق الخصم، كره بالعرض، اذا هذا ميتولي مازال كيحسب هذه الكره هذه، كيطلق باس مره اخرى، هذا حكيمي اللي اشرف حكيمي كيمر اشرف مره اخرى، مازال كيحسب هذه الكره هذه، كيطلق باس، يلا هذا الحفيدي كيرفع كره الراسيه الخط، ضربات في العريضه والمتابعه الدراري ديال حميد احدد والهدف الثالث الدراري الرجاء. اذا اصبحت النتيجه 3-0 الخط الرجاء، مارك هدفين الدراري الحافيدي وهدف واحد لأحدد. في ضغط قوي تمكن من افتكاك الكرة، اذا هذا الحافيدي مرة اخرى الخوت والهدف الرابع الدراري، نتيجة واعرة الدراري الرجاء. اذا 4-0 الخوت، الدقيقة 67 تمكن باش ماركيو، 4-0 الخوت الرجاء الدراري، اصبحت عندها تشكيلة الدراري اللي كتحتوي النجوم الخوت، فالبلايلي الدراري اشرف حكيمي الخوت، والنتيجه كيكون هذا المستوى هذا. الكره هذه يلا اشرف حكيمي خرجوا الكره مناطق الدفاع، يلا بونو يلا بدر بانو المره اخرى، والهدف الخوت للاسف. اذا ماركوا علينا الدراري الهدف اخر عمر من المباراه، اصبحت النتيجه 4-1، تمكنوا باش يقلصوا الفارق. اذا 4-1 النتيجه الدراري، اذا الخوت على ما اظن يسال الماتش هنا الدراري. اذا حميد حدد كيطلق باس مره اخرى، ايصال الماتش الدراري والنتيجه 4-1. اذا الخص على الماتش الدراري والهاتريك اللي كان في هذا الماتش هذا ديال الحافيدي الدراري. اذا 3 نقاط جديده في الدوري المغربي على حساب اولمبيك اسفي، لعبنا في الملعب ديالنا، وهذا هو البالون دور على الخوت ديال الهاتريك ديال الحافيدي الدراري. اذا الخوت هذو من نتائج الجوله 17 من الدوري المغربي، اذا تمكننا باش نحققوا 3 نقاط على اولمبيك اسفي. اذا نمشيو للترتيب الدراري، اذا بالنسبه للترتيب الخوت، حنا في المركز الاول 40 نقطه، والمركز الثاني الوداد، المركز الثالث سبورتينغ المحليه، المركز الرابع الدراري البركان. اذا الفرق بين المركز الاول والمركز الثاني 4 نقاط الخوت، اذا الرجاء الدراري متفوق على الوداد ب4 نقاط، اذا وحنا في الصداره ديال الدوري المغربي. اذا نمشيو للتاليه الدراري، اذا الخوت هنا على مباراه مع اولمبيك خريبكه في الدوري المغربي الدراري. قبل ذلك الدراري غنمشيو للمفاوضات الدراري، على ما يبدو ان عندنا الرد ديال بوفال. اذا نمشيو لفريق اخر الخوت وغنشوفوا، هذا هو بوفال قبول الشروط. اذا بوفال الدراري قبل باش يجي الفريق الرجاء الدراري، بوفال قادم الى الدوري الفرنسي الدراري. اذا غينضاف الدراري الحكيمي وبلايلي والبقيه الدراري، الا بغيتو شي صفقه اخرى خليوها لي في التعليق باش تجيبوها الرجاء كذلك الدراري. اذا دابا الخوت غنمشيو للماتش ديالنا اللي كيجمعنا مع اولمبيك خريبكه الخوت. اذا اولمبيك خريبكه والرجاء الخوت في الجوله 18 بالدوري المغربي، اذا ركله البدايه مباشره. اليوم اجواء مثاليه جدا وطقس رائع، يوم رائع من اجل لعب كره قدم، كل شيء هنا جاهز. يا الهي على هذه الاجواء.
الأتواب. يا إلهي على الشغف الكبير في المدرجات، يا إلهي على هذه الروح العالية الكبيرة اللي عند. إذا هذا ميسوالي، يلا ميسوالي، يلا ميسوالي مرة أخرى كتلق باس، يلا هذا بلايلي، يلا البلايلي، البلايلي مرة أخرى. إذا الخوص خصنا نجيبو ثلاثة نقاط جديدة في الدوري المغربي الخوص، وهذا خطأ لأولمبيك خريبكا الدراري. إذا هذه الكرة لا زالت الأولمبيك خريبكا، لا نحاولوا نضغطوا يا حركاس، يلا بدر بانون، يا سلام عليك يا بدر بانون، يلا خرج باس طويل، يلا هذا الرحيمي، الرحيمي كيخرج كرة البلايلي، يلا البلايلي، البلايلي، ولكن الدفاع ديال خريبكا الخوت كيخرج هذه الكرة هذه. إذا اللاعبين الخارج ديال الدراري، نتمنى نجيبوا ثلاثة نقاط جديدة باش نبقاو في الدوري المغربي الخوت في الصدارة. إذا هذه الكرة لا زالت الأولمبيك خريبكا، يلا خرج كرة، يلا خرج كرة، يلا مرة أخرى، يلا حكيمي، يلا حكيمي، حكيمي كيقطع هذه الكرة هذه. كترجع كرة مرة أخرى، يلا الرجاء، خرج كرة يا حكيمي، كترجع هذه صعيبة، هذه صعيبة الأولمبيك خريبكا، خرج يا أشرف حكيمي وضاعت الكرة هذه على أولمبيك خريبكا. جاء الدراري يلا ميتولي، ميتولي نحاولوا ما نضيعوش الكرة هذه، يلا حميدة حداد، حميدة حداد، حميدة حداد والهربة، حميدة حداد، حاولوا رفعوا هذه الكرة هذه، يلا الرحيمي والهدف الأول الخوص 1-0 فريق الرجاء. إذا الرحيمي كيتمكن باش يماركي الهدف الأول الدراري في الدقيقة 23 على أولمبيك خريبكا، 1-0 الدراري لفريق الرجاء. إذا ثلاثة نقاط اللي غتكون مهمة الدراري خارج الديار، زيك حساب الكرة هذه، يلا الحافظي يحاول يخرج كرة طويلة، يلا الوردي يحاول ترفع هذه الكرة، يا الوردي مرة أخرى، يلا الوردي نحاولوا الخوص لأعلى مرة أخرى، وبلايلي الخوص وهدف، هدف للرجاء الدراري. إذا الهدف الثاني الدراري حميدة حداد كيتمكن باش يماركي الهدف الخوص اللي كان الاسيست من يوسف البلايلي. اذا هذا هو حميد احدد والهدف الثاني الخوص. اذا هذه هي الاعاده الدراري، الوردي هنا حاول يرفع الكره الدراري، وهنا يوسف البلايلي الخوص اللي تحسب له اسيست لحميد احدد والهدف الثاني لفريق الرجاء. على الوردي، الوردي كيطلق باس مره اخرى، هذا ميسولي، يلا ميسولي، ميتولي، ميتولي من بعيد، وتألق الحارس الدراري كيجبد هذه الكره هذه، كترجع هذه الكره للحفيدي، حاولوا رفعوا كره ديريكس، يلا حميد حدد الراسيه، والحارس الخوت كيتألق على هذه الكره هذه وضعت على الرجاء. اذا هذه لازالت كره مره اخرى، يلا النهيري نحاولوا نضغطوا النهيري، يلا هذا حدد، يلا حداد، احداد، احداد، نحاولوا نطلقوا اسيست، يلا البلايلي، ولكن الدفاع مره اخرى، والصلاله ما شاهد الدراري بهدفين لصفر. اذا ثلاثه نقاط جديده في الدوري المغربي على حساب اولمبيك خريبكا الخوت. اذا 2-0 ثلاثه نقاط مستحقه الفريق الرجاء على خريبكا الدراري. اذا هذو هما نتائج الخوت ديال الجوله 18 من الدوري المغربي. اذا الرجاء تمكنت باش تغلب اولمبيك خريبكا بهدفين لصفر وثلاثه نقاط جديده في الدوري المغربي. اذا نشوفوا الترتيب الدراري. إذا في المركز الأول الرجاء الخوت 43 نقطة، والمركز الثاني الدراري بركان 36 نقطة، المركز الثالث للوداد 36 كذلك. إذا هاربين عليهم الخوت بسبعة نقاط في المركز الأول الخوت للرجاء. إذا دابا نمشيو للثاني الدراري. إذا الخوت عندنا مباراة مع سبورتينغ المحمدية الدراري في الجولة 21. إذا الخوت غتكون عندنا مباراة مع سبورتينغ المحمدية، لكن نوقف الفيديو ديالي هنايا، كنشكركم على المشاهدة ديالكم. فإلى عندكم الخوت شي لاعب آخر خليوه لي في التعليق، فتحياتي لكم، طلاو.